خلينا نروح يعني للحدث طبعا الاهم، يعني يمكن السله ما كانتش هي الحدث الابرز عندنا، ولكن الابرز كان التاهل النهائي بطوله افريقيا للكره الطائره لملاقات يعني بوسالم او مولوديه بوسالم التونسي في الفاينل بكره ان شاء الله الساعه 8. كابتن محمود رايك ايه؟ الحمد لله، طبعا الف مبروك. مباراه كانت مهمه جدا، دور قبل النهائي. مباريات ما بتقبلش، مباريات الكؤوس خلاص، انت محتاج ان انت تقل يعني، حتى لازم تفكر في الخطوه اللي جايه. كان مهم جدا لينا ان احنا نحسم النتيجه 3-0، ما نطولش الماتش. احنا شفنا الجيم الثالث الفريق الليبي رجع ومستواه كان اعلى بكتير من الشوطين الاول والثاني. ابتدينا نقلق لان ده هيطول الماتش علينا. ان شاء الله احنا كان عندنا ثقه ان احنا هنصعد، بس كان مهم جدا ان احنا نحسم الماتش 3-0 عشان نقدر نتاهل، نقلل المجهود، لان احنا الماتش النهائي بكره على طول. برضو في بعض التغييرات حصلت في الشوط الثالث، انا بتهيألي دي كان ليها دور مهم جدا في رجوع المباراه. عملنا تغيير اللي هي المعد وضارب مركز 2، بننزلهم بنعكس الملعب بتاعنا من زاويه الضاربين على الشبكه. دي كانت في نص الماتش، وكان الفريق الليبي متقدم 4 نقط عن النادي الاهلي. في خلال بالظبط نقطتين او ثلاثه رجعنا الفريق تاني ودخلنا الجيم، وقدرنا الحمد لله ان احنا الماتش الجيم مش متقارب لغايه ما خدناه في الاخر. دي برضو تاكد لنا الحمد لله ان الجهاز الفني بتاعنا يعني على درايه بكل العناصر اللي عنده، ازاي يقدر يستخدمها باحسن طريقه، ان هو في اوقات الحاسمه في الماتش لما الفريق التاني بيتقدم علينا ازاي نقدر بسرعه بتغييرات تكتيكيه جوه الملعب، وحاجه دي مهمه جدا بتغير ادائك على طول. قدرنا نرجع جوه الجيم، سهلنا علينا الماتش الحمد لله، خلص 3-0. والف مبروك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله نتمنى بكره نشوف بقى جمهور في الصاله كمان، ونحتفل ان شاء الله بالنهائي، نحتفل مع بعض. وبكره ان شاء الله مش هيكون في كره سله، فيبقى ان شاء الله كل التركيز طبعا على الكره الطايره، ونحتفل ان شاء الله النهارده.